ده المصري تملي القوة والعزم الشيدي. يلا نكمل حلمنا بينا يا عمنا حبيت سواءنا عايزين الهمة وشغل بزمة يا خلقي في كل مكان. وروا الناس بقى عزوتنا الله يجمعنا كمان وكمان مع بعض مشينا السكة والصعبة هو الدنيا بحلال عندنا أصل وإخلاص وعزيمة حديد وإيمان نشوم. يلا يا سيدي الناس أنا نازل مين ألقاك ومعايا تخلص شاك. أيوة أنا نازل وإحنا معاك مسامع فوقنا معاك. حاجة مش عايزة كلام طول ما هو قلبنا هنا على بعضنا انا وانت هنبقى تمام. هو الحمل اللي ما نقدرش عليه مع بعض نشيله قوام. بلد الرجالة دي بلد شغالة وفي وقت الشدة بتبقى وحوش. منعوا الجدعنة هنا تسألنا انا الناس دي ما يتوصوش. لو قلت الهمة وانا كمان خدني معاك يا فوش. محمد فؤاد طبعا مش انا اللي هعرفه لحضراتكم. محمد فؤاد نجم كبير ونجم الاجيال الكتيره ونجم بقاله سنوات وعقود كثيره بسبب فنه وبسبب اغانيه وبسبب صدقه واخلاصه واحساسه. بس انا هقول لكم الجانب الخفي الذي لا يعرفه الكثيرون عن فوش زي ما اصحابه بيسموه. هو كمان بيحب ان هو يتنادى النجم الجميل محمد فؤاد. محمد فؤاد بخلاف فنه وموهبته وصوته وإحساسه وأغانيه موهوب وطنيا. هتقولوا لي يعني ايه؟ هقول لكم معرفش، هي طلعت كده وانا الحمد لله يعني بيطلع مني حاجات بتبقى لله كده. موهوب وطنيا يعني عنده موهبة في حب البلد. مصري زي الكتاب ما بيقول، مصري حتى النخاع. وانا ليا الشرف الحقيقه والسعاده انه محمد فؤاد صاحبي وصديقي مقربا كمان وبنلتقي كثيرا. محمد فؤاد موهوب في ثلاث حاجات بصراحه. موهوب طبعا في الغنى ودي مش انا اللي هشهد له، كلكم عارفين. موهوب في حب الوطن بحب بلده بشيء فظيع. وموهوب في الاكل عشان برضه ابقى صريح يعني. في الاكل عنده موهبه خرافيه، بيستمتع بالاكل وبيستمتع بده وده، وتقعد معاه تحس انت مش عايز تبطل اكل من كتر ما بيفتح نفسك وهو مبسوط ومستمتع بالاكل. ف ودي من طيبه قلبه وجماله. محمد فؤاد لما بنبقى قاعدين اعداد خاصه وبنهزر وبنتكلم ومش عارف ايه وبننكت مع بعض، وحد بس حد يقول حاجه مش حلوه على البلد، والله عايز اقول لكم محمد بيتحول. فوقش بيبقى بيقوم ياكله وممكن يتخانق. اقول له يا محمد احنا اصحابه بنهزر، يقول لي لا ما نهزرش مع البلد، البلد مش عارف ايه مش بيستحملها كذا ففي فكره حب البلد والخوف عليها. بجد لازم تعرفوا الجانب ده عن محمد لانه مصري. انا سعيد بمصريته وبغير في بعض الاحيان من حبه للبلد وخوفه عليها. والدليل كمان انتوا بتشوفوا مفيش مناسبه، مفيش استحقاق، مفيش مره البلد كانت بتتعرض لحاجه سواء حاجه وحشه لا قدر الله او حاجه كويسه زي استفتاء انتخابات عرس كذا الا وكان هو اول السباقين بالمشاركه. واغنيه خدنا معاك اغنيه حلوه قوي قوي بجد، قال لك يلا انا نازل ومعايا ترمس شاي مين قال انا جاي معاك.
بشكر النجم محمد فؤاد وبشكر مجموعة الفنانين اللي بيشاركوا كمان بصوتهم للمشاركة السياسية، وان هم بيستخدموا فكرة تأثيرهم على الناس في حاجة إيجابية، ان الناس تبقى عندها الوعي بين المشاركة وضرورة المساهمة في صنع القرار وصنع المستقبل والحفاظ على ما بدأناه لكي نتمه ونكمله بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة الحكومة عقدت اجتماعها الأسبوعي في مجلس الوزراء.